أبناء الأعزاء والأخوات الكرام، إن الإنسان يمكن أن يكون أو حصار المنهج ده كان عبارة عن شكل surveillance، second remarkable question answer, and third one for the score test, and the fourth one was also in the research. أو شكل الأعمال عن surveillance ومفهوم كلمة عن surveillance مختصرة لازم نتعرف على الكاركترستكس بتاعت الديستريبيوشن النيجاتيف نيجاتيف كونتينوس ديستريبيوشن بوست ديستريبيوشن. التيبل بتاع الاف ديستريبيوشن عبارة عن كل الروز، كل روز اللي بيجوز فريد من الجنريتور، الروز اللي بيجوز فريد من الجنريتور، وعندي شيت هنا 5% او 10% او 1% حسب السنة اللي بنستخدمهم، بس الكون بتاعنا هنستخدم دلوقتي كلمة ريزيفيرنس معناها يبقى كومباريزون بين سنين اوف تو اور مور بوبيليشنز، عشان اكومبير بين المينز بتاع تو اور مور بوبيليشنز يبقى لازم احسن من الشيء الاولاني ان وان سنة توصل للشيء الثاني ان 3 الكونديشنز بتاعتي لازم البوبيليشنز تكون نورمال سنين ذا بوبيليشنز هاز هاف ايكوال ستاند ديفيجن او ايكوال فيرينس ذا بوبيليشنز ار اندبندنت. بحط النون هايبوس بتاعي مي 1 ايكوال 3 2 ايكوال 3 3 فعمل construction هي innovative question for code from the left the first column is source information is OP the second column is S sum of scores the third column is the rate of freedom F the first column is MS mean sum of scores the last column is FH the first row is between treatments the second row within treatments or error the third is the sum of scores of treatments is SST. Sum of squares of error is SSE. Sum of squares of total is SS2. SST plus SSE equals SS2. The degrees of freedom of treatments k minus 1 k is the number of samples. The degrees of freedom of error is n minus k. N is the total sample size. The total بتاعت degrees of freedom of treatment with error equals n minus 1 by k minus 1 plus n minus k equals n minus 1. The mean sum of squares is SST divided by corresponding degrees of freedom, the mean sum of the scores of treatments, MST equals SST divided by K minus 1. MSE is the mean sum of the scores of error equals SSE divided by N minus K. MST is the larger variance, MSE is the smaller variance. Larger variance is divided by smaller variance, we deal with F ratio. The F ratio اللي هنروح عليها للتيبل اللي احنا شفناه من شويه. D degrees of freedom بتاع النيميريتور دي بقى الكولوم بتاعي. D degrees of freedom بتاع النيميريتور المدى الرغوي. انا هجيب الكولوم ده والرو ده في الشيت بتاع 5% وكمبير بقى الرقم اللي انا جبته ده اف دي بالاف اللي عشان احسب الاس اس توتال هو بيساوي اس اس تي بلس اس اس اي. الاس اس توتال سب اكس سكوير ماينس سب اكس سكوير اوفر ان او سب اكس سكوير ماينس ان اكس بار سكوير ودي كومن فورمولا. الاس اس تي سم سكويرز بتوين تريتمنت ايكوال سم تي سي سكوير اوفر ان سي ماينس سب اكس سكوير اوفر ان or sum tc squared over nc minus nx bar squared with the formula المعتمد. طبعا as example the first problem عندي the following data are the data of losing weight of 3 programs. بعمل regime program بثلاث مجموعة بثلاث طرق، ده البرنامج الاولاني البرنامج الثاني البرنامج الثالث. lost weight بتاع الافراد في البرنامج الاولاني كان 5 كيلو جرام 2 4 4 3 6 5. البرنامج الثاني بتاع الرجيم كان لوست ويت بتاعه 64 كيلو جرام 6 7 6 5 5 الاخير كان 9 9 8 8 2 يعني 6 12% ليفل اوف جروبس كان كان يو كونكلود ذات ذير از ديفرنس ان ذا نيو اماونت اوف ويت اوف ويت لوس امونج ذا 3 دايتس بين 3 بروجرامز. حط النال هايبوس بتاعي بي 1 ايكوال بي 2 بي 3 اتش 1 ان يو 1 دوت ايكوال بي 3 ده الفيرست بروجرام بتاعي. السكند السكند بعتهم في سيركل اول سطر انا بجيب السامبل سايز n1 1 2 3 4 5 n1 equals n2 1 2 3 4 5 6 n3 1 2 3 4 5 زين n1 بتساوي 5 n2 بتساوي 6 n3 بتساوي 5 جمعهم n1 بس n2 بس n3 هيديني 16 n هجيب التوتال التوتال بتاعهم اللي هي 5 2 4 4 5 t1 ب 20 t2 4 6 7 6 T3 بربي يجمع T1 plus T2 plus T3 يديني sum x اللي هي 93 x بار هي sum x over n يبقى 93 على 16 يديني 5
و81 مليون. هجيب بقى الفورمولا بتاعت التوتال سم اكس سكويرد ماينس ان اكس بار سكويرد. الاكس سكويرد ده كل رقم موجود في الجدول اعمل له سكويرد وبعدين اجمع 5 تربيع زائد 2 تربيع زائد 4 تربيع زائد 4 تربيع 5 تربيع لحد اخر حاجه 8 تربيع زائد 6 ناقص ال n ب 16 مش n1 ولا 2 ولا 3 n اللي هي n1 بلس n2 بلس n3. الاكس بار لسه جايبه في اخر الجدول اللي فات 5.81 تربيع. يطلع التوتال بتاعي الاس اس توتال او سم سكويرز التوتال 58.4. الاس اس تي سم سكويرز اوف تريتمنت هنشيل السي ونحط 1 يديني السامبل الاولاني، سي ونحط 2 يديني السامبل الثاني، سي ونحط 3 يديني السامبل الثاني. تي 1 سكويرد اوفر ان 1 تي 2 سكويرد اوفر ان 2 تي 3 سكويرد اوفر ان 3 تي 1 تي 2 تي 3 انا جايبه من الجدول اللي فات ماينس ال ان نهايه الترم ده هو ده ال ان 16 الاكس بار 5.81 سكويرد جبت لي التريتمنت. الفرنس ما بين التوتال والتريتمنت يديني التيبل بقى بتاعي سورس اوف ريشن اس او بي اس اس دي اف ام اس اف ريشن between treatments within treatments error total between treatments is ST 40.94 الايرور بتاعي كان 17.50 التوتال بتاعي 58.44 الديجريز اوف فريدم هنا كي ماينس 1 كي النمبر اوف سامبلز وانت عندي 3 سامبلز بروجرام 1 2 اند 3 يبقى 3 ماينس 1 ان 16 ماينس كي بتديني 16 ماينس 3 يديني 16 ان ماينس كي 16 ماينس 1 يديني 15 40 على 2 يديني ام اس تي ال 17 على 13 يديني ام اس اي لارجر سمولر لارجر ديفايد باي سمولر ده اروح للتيبل عند كولوم 2 رو 13 كولوم 2 رو 13 الشيت بتاعها في البرسنت هلاقيها ب 3 طبعا الرقم ده اكبر من الثلاثه يبقى دخلنا كده في رسمت الكيرف انا جايب الاف بتاعت الكالكوليتد اف ريشيو 15 15 دي بقى الحته دي دخلنا في الريجكشن اريا ده معناها اي ريجكت ذا لارج بايكوس يبقى ميو 1 ايكوالز ميو 2 ايكوالز ميو 3 از فولس يبقى الترو بتاعي مين ميو 1 داز نوت ايكوال ميو 2 داز نوت ايكوال ميو 3. في حاجه اسمها شورت كات فورمولاز لو انا معايا معيش البرو تيبل والبرو ديتا زي المره اللي فاتت فانا بستخدم الفورمولاز دي عشان استخدم المجاميع بس. الاكس بار هي سم ان سي اكس بار سي ديفايد باي ان 1 بلس ان 2 بلس ان 3 بلس 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 ان 1 تايمز اكس بار 1 بلس ان 2 اكس بار 2 بلس ان 3 اكس بار 3 بلس 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 ديفايد باي ان 1 بلس ان 2 بلس ان 3 اند سو اون. SST هي sum NC times X bar C minus X bar whole square اللي هي هنشيل السي ونحط واحد يبقى N1 في X bar 1 minus X bar square N2 في X2 bar minus X bar square لحد ما خلص الآخر ما تنساش إن عدد العينات لازم يكون 3 أو أكتر. SSE لو حبيت أفك البراكت ده هيبقى N1 minus 1 في S1 square N2 minus 1 في S2 square plus N3 minus 1 في S3 square and so on. مديني الفورمولا الداتا دي 3 اندبندنت راندوم سامبلز وير سيليكتد ذا فولوينج انفورميشن وير ان 1 ان 2 ان 3 طبعا لو جمعت دول يديني ان اكس بار 1 اكس بار 2 اكس بار 3 اس 1 سكوير اس 2 سكوير اس 3 سكوير مدي الارقام بتاعتي. از ديفرنس امونج ذا مينز اوف ذا 3 بوبيليشن يوزنج 1% ليفل اوف سيجنيفيكانس وكونستراكت الانوفيتيف. اول حاجه هجيب التوتال سامبل سايز 5 ان 1 بلس ان 2 بلس ان 3 بدي ان الاكس بار N1 times X bar 1 N2 X bar 2 N3 X bar 3 divided by N1 plus N2 plus N3 then X bar بتاعت التلاتة. ال SST هجيب N1 times X bar 1 minus X bar squared N1 5 X bar 1 31 plus X bar انا اجيبها فوق اهي 35 N2 7 X bar 2 7 34 plus 35 اللي هي دي تربيع ال N3 3 44 اللي هي ال X bar 3 ناقص 35 تربيع اداني الاس اس تي اهي 33 عايز اجيب بتاعت الار ان 1 ماينس 1 في اس 1 سكوير ان 2 ماينس 1 في اس 2 سكوير ان 3 ماينس 1 في اس 3 سكوير اداني الار كده معايا التريتمنت ال 12 دي بعد الست يبقى بعد الست في الحته دي يبقى دخلت في الريجكشن يبقى النار هاي بوست دي بوست دي شوف بقى لو انا عندي تو واي اناليز اوف فيرنس او تو فلتر اناليز نفس التيبل بتاعي بس بضيف رو جديد بنسميه البلوكس اللي هو تو ريبريزنت الرولز يبقى السورس اوف فاريشن اس اس دي اف ام اس اف ريش بتوين تريتمنتس اللي هي اس اس تي بتوين بلوكس هنسميها اس اس بلوكس بي ال الايرور زي ما هي اس اس اي التوتال بتاعي اس اس توتال لو جمعت اس اس تي بلس اس اس بلوكس بلس اس اس اي اديني توتال هنا عدد الكولومز ماينس 1 نمبر اوف سامبل ماينس 1 هنا النمبر اوف روز ماينس 1 يبقى كي نمبر اوف كولومز الار نمبر اوف روز البرودكت بتاعهم كي ماينس 1 في ار ماينس 1 يديني الايرور لو جمعت الثلاثه دول يديني التوتال العمود رقم 2 على العمود رقم 3 يديني المين سم سكوير
اس اس تي دوال يبقى كيما نسوي يديني ام اس تي اس اس بي بلوكس دوال يبقى ار ماينس 1 يديني ام اس بي اس اس اي دوال يبقى كيما نسوي ار ماينس 1 يديني ام اس اي اللي تحت ده لازم يكون اصغر رقم في العمود اصغر رقم في العمود يبقى ده كبير وده كبير وده الصغير حاسم اللارجر اللي فوق عليه يديني الاف ريشيو بتاعت التريتمنت حاسم البلوكس عليه يديني الاف ريشيو بتاعت البلوكس لما اقسم ده على ده الاف دي هستخدم لها درجات الحراريه فين بقى في الجدول هاخد لها العمود اهو والصفر طب دي درجات الحراريه بتاعتها العمود اهو والصفر وارسم الكيرف نفس القوانين بتاعتي بتاعت المره اللي فاتت بس بدل ما كنت هطبقها على كولومز بس هطبقها على كولومز هنا مديني 3 تايبس اوف كارز اوبن بي ام وتويوتا والنوع الجازولين كان ريجولر وسوبر وانليمتد وده الكيلومتر الكيلومترات بتاعت كل عربية في ديفرنس بين كارز يعني عايز ديفرنس ما بين الكارز بي ام وتويوتا وفي ديفرنس ما بين الجازولين والروز يبقى انا كده عايز فيرتيكال ويو اناليسيز حط النار هيبص مي 1 ايكوالز مي 2 ايكوالز مي 3 للكارز والالترناتيف ايكوالز بالنسبة للجازولين مي 1 ايكوالز مي 2 ايكوالز مي 3 بالنسبة للالترناتيف بتاعته للجازولين داز نوت ايكوال داز نوت T1 سكويرد 55 على 3 زائد 55 تربيع على 3 زائد 59 تربيع على 3 زائد 60 تربيع على 3 ناقص ال N ب 9 في X بار 19.4 تربيع دي بتاعت التريتمنت الكل بتاعت الروز اللي هي البلوكس هتبقى 63 تربيع على 3 57 تربيع على 3 55 تربيع على 3 ناقص 9 في X بار تربيع 19.4 اس اس تي والاس دي الاس اس تي والاس اس بلوكس تي هتطلع 6.2 البلوكس هتطلع 15 وي جيب التوتال اللي هو كل الارقام تربيع ناقص ان اكس بار تربيع طلع ب 20 الايرور هيبقى انا عارف ان التوتال بيساوي التريتمنت والبلوكس والايرور يبقى الايرور هيساوي التوتال ماينس التريتمنت والبلوكس 3.5 هرص الداتا بتاعتي في التيبل اس اس تي اس اس بلوكس اس اس اي اس اس توتال عدد الكولومز 3 ماينس 1 عدد الروز 3 ماينس 1 حصل ضربهم 2 في 2 ب 4 ان ماينس 1 9 ماينس 1 دي 8 6.2 على 2 ام اس تي 11.5 على 2 ام اس بلوكس 2.5 على 4 ام اس اي ده 0.6 ده 5 ده 3 اصغر رقم 1 اصغر رقم اهو 0.6 3.1 على 6 يديني بتاعت الكولومز 5.75 على 6.6 يديني بتاعت الروز يبقى بتاعت الكولومز 5.1 بتاعت الروز 6.1 6 9 و 6 اروح العمود 2 والكولوم 4 اجيب الاف اللي هتطلع ب 6 94 بص دي كام دي 5.1 دي كام 6 يبقى الخمسه دي اكبر من اصغر من دي يبقى بالنسبه للعربيات انا دخلت في منطقه القبول يبقى مفيش اختلاف ما بين الثلاثه انواع من العربيات بالنسبه للبلوكس بص دي كام 6 9 ودي كام 6 يبقى دي دخلنا بعديها يبقى في اختلاف جوهري ما بين انواع الجازولين الثلاثه انا كده وصلت لايه ديزيجن مره للكارز ومره لي ده التست بنك بتاعنا هو مش حاطط مسائل كتير لازم تلتزم بيه وتحلوه وانا حاطط لك الحل بتاعه فين دي الانسرز بتاعتي هم كلهم خمس مسائل